شركة سوني بتعلن عن عدستين تليفوتو جداد، وخبر من شركة كانون عن وقف إنتاج الكاميرا الـ 7D. وأهلا بيكم في نشرة أخبار عالم التصوير. ازيكم؟ أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة، معاكم أحمد سعيد، والنهاردة إن شاء الله نشرة أخبار عالم التصوير لشهر يونيو. خلينا نبدأ مع أول خبر. أول خبر معانا النهاردة من شركة من تايوان اسمها ماشيك أوبتكس، وهي شركة بتصنع عدسات وصنعت عدسة اسمها كاملين. العدسة نازلة ببعد بؤري 50 ملي، لكن الحلو هنا اللي هي فتحة عدسة 1.1. فكرة ان انت يبقى معاك عدسة زي 50 1.1 دي هتطلع معاك بوكيه حلو جدا وعزل رهيب. كل المصورين بيحبوا الدبس وفيلد الكبير، فالعدسة دي هتديك دبس قوي جدا. الشركة دي نزلت العدسة وسألت المصورين على الفيدباك بتاعهم، وكل الفيدباكس اللي جات من المصورين كانت حلوة جدا على شارب العدسة والشارب اللي بتلاقيه على اوسع فتحة عدسة اللي هي 1.1، والبوكيه الحلو جدا اللي بيطلع من العدسة دي. واكيد كل بيتفرج عليا جرب العدسة ال 50 اللي هي مثلا كانون اس تي ام 1.8 وعارف قد ايه هي حلوه. فتخيل عدسة زي دي 1.1، انا الصراحه واحد من الناس نفسي اجربها. العدسة دي نازله مخصوص لكاميرات الميرورليس من فوجي وسوني، وهينزل اصدار ليها الكاميرات كانون ان شاء الله في شهر اغسطس. اتمنى ان شاء الله في يوم من الايام ان انا اكون معايا العدسة دي. ونيجي بقى الخبر التاني من الشركة صاحبة المنتجات الفخمة، وهي شركة بروفوتو، وهدها الجديد البي 10 بلس، وده فيرجن جديد بعد ما نزلت من فترة الهيد بتاعها البي 10. الجديد هنا ان الهيد ده نازل بضعف قوة الهيد القديم، وهو نازل بقوة 500 واط، والهيد القديم كان 250 واط. يعني تقدر تاخد ضعف قوة الهيد لكن بفلوس اقل، لان الهيد الجديد نازل اغلى من الهيد القديم بس بتلت تمن. طبعا كلنا عارفين نقاء الاضاءة اللي بتطلع من هيدات بروفوتو حلوة جدا طبعا، ده غير كمان ان الهيد نازل بمقاس صغير قوي، يعني تقريبا بحجم عدسه 2470، فمش هيقابلك عائق قوي ان انت تشيله في اي حته. الهيد سعره هيكون 2100 دولار، والهيد القديم البي 10 نازل ب 1700 دولار. طبعا احنا ملناش دعوه بالاسعار دي ولا الكلام ده. اعلن الشركة دي اكس او عن حزمه جديده للبلجن اللي بينزل على الفوتوشوب واللايت روم كلاسيك، اللي هو اسمه نيك كوليكشن. غالبا مفيش مصور او اديتور ما عداش على النيك كوليكشن، واللي ما يعرفوش هو عباره عن بلجن بينزل على برامج الايديتنج زي الفوتوشوب واللايت روم، وبيسمح لك انت تستخدم مجموعه كبيره قوي من البريسيتس زي البريسيتس اللي بتتحط على اللايت روم اللي بتنزلها مع النت يعني. لكن البلجن ده لما بينزل بيفتح لك بريسيتس كتير. الكوليكشن الجديد نازل بحوالي 47 بريسيت جديد، بالاضافه ل 156 بريسيت قديم، وهم قوي بالبريسيتس بتاعت البلاك اند وايت والاتش دي ار. الكوليكشن ده كله هيكون بحوالي 150 دولار، ولو نزلته في خلال شهر 7 او 8 هيكون ب 100 دولار. عاملين عليه اوفر يعني. انا عارف في الاخر انت هتنزله هتكركه في الاخر. ونيجي بقى خبر من شركتي المفضله، شركه كانون. كانون، في خبر بيقول ان شركه كانون هتبدا تطور من انتاج كاميرات الميرورليس زي الاي او اس ار والاي او اس ار بي. وبالمناسبه انا بصور الفيديو ده بالاي او اس ار بي اللي ان شاء الله هيكون فيه ريفيو ليها قريب جدا. بس فكره انتاج عدد كبير من كاميرات الميرورليس الفتره الجايه هتكون على حساب كاميرات تانية قديمه. الخبر بيقول ان شركه كانون هتبدا توقف خط انتاج الكاميرات اللي هي زي الفايف دي اس وفايف دي اس ار، اللي هي الكاميرات الهاي ميجا بيكسل، وكمان هيوقفوا خط انتاج موسوعه السيفن دي، وده ليه؟ علشان يبداوا ينتجوا كاميرات اكتر من ميرورليس. صراحه انا مش مقتنع خالص بالخبر ده، ويمكن الخبر ده ما يكونش صحيح مع ان انا جايبه من مصادر موثوق فيها جدا، لكن خليني اشوف والشهر الجاي ان شاء الله في النشره اقول لكم اذا كان الخبر ده كان طلع صح ولا غلط. والخبر اللي بعده من شركه يونج يو، اللي انتجت ماونت جديد هتقدر من خلاله تركب عدسات كانون على كاميرات السوني، وكمان تستخدم الاوتو فوكس، وحاطين كمان مكان اليو اس بي علشان لو حصل في المستقبل اي تطور في الفريم وير بتاع الماونت تقدر تعمل له ابديت، وحاطين كمان زرار زياده في الماونت ده علشان في المستقبل لو حابين يضيفوا اي حاجه في الماونت يقدروا يعملوه، والماونت ده هتلاقيه تقريبا ب 100 دولار. ونيجي بقى لشركة أبل، وتقريبا الخبر اللي أكيد الشهر اللي فات كلنا شفناه، وهو مؤتمر المطورين الـ WWDC. المؤتمر ده كان فيه حاجات كتير قوي اتعرضت علشان الموبايلات الجديدة وعلشان نظام التشغيل بتاع الموبايلات، تطور كبير قوي في الكاميرات وبرامج الكاميرات. لكن كان الحدث الأكبر واللي الناس اتكلمت عليه كتير هو الجهاز الماك برو 2019 الجديد، اللي نازل بمميزات ومواصفات عالية جدا. وأنا كده كده اتكلمت عن الموضوع ده في فيديو منفصل، وهسيب لكم الفيديو في الآي هنا تقدروا تتفرجوا عليه، وإن شاء الله يعجبكم. طيب لو انت راجل ويندوز يوزر يبقى انت اكيد بتقابلك مشكله فتح ملفات الرو على الجهاز عادي. طبيعي انت بتفتح ملفات الجي بي جي عادي على الجهاز بتاعك دبل كليك والصورة تتفتح، لكن لو جيت حاولت تفتح ملف الرو مش هيفتح طبعا. هتبقى مضطر ان انت تعمل امبورت لكل الصور على برنامج اللايت روم او تفتحها على الفوتوشوب، ودي كانت حاجه رخمه جدا ان انت مش هتعرف تعمل اي بريفيو لاي صوره رو. لكن حاليا نزل اكستنشن جديد اسمه رو ايمج اكستنشن. لو انت بتستخدم ويندوز 10 هتنزل الاكستنشن ده، ومن خلاله هتقدر تعمل بريفيو لكل ملفات الرو بتاعتك.
بتاعتك، وده حل اصلا كان المفروض يتعمل من زمان قوي. هم اتاخروا قوي على الموضوع ده، لكن كويس ان هو اتعمل. بس لو انت من هواه الميرور ليس وبتستخدم كاميرا زي الايوس ار او الار بي اللي بيطلعوا اكستنشن ملف الرو سي ار 3 مش سي ار 2، للاسف البرنامج ده مش هيقدر يفتح لك، فهتضطر تنزل اخر فيرجن من اللايت روم 2019 سي سي 2019 او الفوتوشوب سي سي 2019 عشان تقدر تستخدم سي ار 3. بس لو انت دي اس ال ار يوزر عادي، الدنيا كلها بالنسبه لك اتحلت. لو انت بقى بتصور اوردر وبتظبط حاجه في السيت اب، اوعى اوعى تحط كاميرتك في مكان زي ما حط الراجل ده كاميرته. مأساة صح؟ اعلان شركة سوني عن عدستين تيلي فوتو، اول عدسة 200-600 بفتحة عدسة 5.6-6.3 والعدسة التانية 600 فيكسد بF4. هو طبعا محدش بيشتري العدسات دي كتير لان هي بتاعت الناس اللي بتصور وورلد لايف او بتصور سبورت، العدسات دي بتبقى تقيلة وغالية جدا. لكن شركة سوني حلو قوي ان هي تنزل عدسة زي 600 فيكسد F4 دي، لان دي اول عدسة تيلي فوتو فيكسد تنزل من سوني، فاكيد هتبقى حلو قوي. سعر العدسة 200-600 نازل ب $2000، والعدسة 600 الفيكسد 13,000 دولار، برضو ملناش دعوة. شركة فوجي بتعلن عن كاميرا جديدة اسمها البلاي، وهي عبارة عن كاميرا انستا اللي هي بتصور الصورة وتطبعها لك على طول. شكل لطيف جدا ومميزات حلوة. الكاميرا هتلاقي في ظهرها شاشة مقاسها 2.7 بوصة، تقدر من خلالها تتحكم في كل حاجة في الكاميرا وتشوف عايز تطبع انهي صور من اللي انت صورتها. والكاميرا فيها واي فاي وبلوتوث عشان تقدر تتحكم من الموبايل بتاعك عن طريق ابلكيشن بينزل معين ليها، تتحكم في كل حاجة في الكاميرا. الجديد هنا ان هم عملوا ميوزك على الصورة. ميوزك على الصورة، بس مش تمسك الصورة كده والصور هتغني. هي الفكرة كلها ان هم بيدوك 10 ثواني تقدر تسجل على الصورة اللي انت صورتها اي ميوزك، وبتطبع على الصورة باركود. من خلال الباركود ده انت بتعمل سكان على الموبايل وتقدر تسمع الميوزك او الحاجه اللي اتسجلت لمده 10 ثواني. لكن والله في المستقبل ممكن نلاقي حاجه زي كده ان الصور تبقى بتتكلم او بتطلع ميوزك، ياما هنشوف والله. ونيجي بقى للمسابقات، وشركه ناشونال جيوغرافيك اعلنت على الفائزين في اخر مسابقه ليهم للترافل فوتوغرافي 2019، وفاز المصور ويمم شو بالجائزه الاولى اللي قيمتها $7,500، والصوره كانت لقريه مشهوره بصيد الاسماك. صراحه هو خد كومبوزيشن حلو قوي وزاويه رائعه. واسيبكم دلوقتي تتفرجوا على الصوره الفايزه وبقيه الصور اللي فازت في المعرض. نتكلم شويه عن شركه نيكون، واكيد سمعنا عن انتاج كاميرتين من فتره، من تقريبا من داخلين في سنه اهو، الكاميرتين الزد 6 والزد 7 الميرورليس الفور فريم. شركه نيكون دلوقتي بتحضر لكاميرا ثالثه ميرورليس فول فريم لكن بلو بادجت. الناس اللي حابه تنقل من دي اس ال ار لميرورليس هيحتاجوا اول كاميرا دي، لان الكاميرا تنزل بمواصفات عاليه وكمان بسعر قليل جدا. الخبر بيقول ان الكاميرا تنزل بحوالي $900، وده سعر قليل وكويس جدا للناس، والايام جايه وهنشوف ايه اللي هيحصل. طبعا كلنا عارفين البريزم، واكيد مننا كمان ناس كتير صورت بيه. في شركه خدت الفكره دي وطورتها وطلعت مجموعه فلاتر اسمها اوميني كوليكشن فلتر سيستم، وهي عباره عن ماونت بيركب على العدسه، بيجي مع الماونت ده اكتر من 6 بريزمز باشكال مختلفه. كل اللي عليك ان انت بتحط البريزم ده على الماونت باستخدام مغناطيس وخيط وتحطه على العدسه، وتبدا من خلال ايدك بقى تحرك البريزم ده لغايه لما تشوف الكادر اللي انت عايزه وتصور. كده هيسهل عليك موضوع بقى ان انت تمسك بايد وتصور بايد، لان كده كده البريزم لازق في الماونت. وفي صور كتير قوي اتصورت بالموضوع ده، وهسيب لكم الصور دلوقتي تتفرجوا عليها.
الصراحه فكره حلوه جدا، وخصوصا ان سعرها بيقولوا ان هو هيبقى $100 تقريبا، 1600 1700 جنيه مش رقم قوي يعني، مقابل ان هو هيطلع لك صور رائعه. ان شاء الله اول ما اعرف له سكه هشتريه على طول، وممكن ابقى اعمل لكم ريفيو ليه في القناه. ونيجي لاخر خبر من شركه لايكا اللي نزلت كاميرا جديده اسمها TYP 240، وهي بتقول ان الكاميرا دي للانتر ليفل فوتوغرافر اللي حابين يخشوا عالم لايكا. كاميرا نازله بسيموس سنسور فول فريم 24 ميجا بكسل، وايزو بيرفورمانس بيوصل ل 6400، وبتصور طبعا فول اتش دي، وحجمها صغير وشكلها شيك جدا. الصراحه كل كاميرات لايكا شكلها شيك جدا. بس كده نشط اخبار الشهر ده كده خلصت. هي كانت اخبار قليله لان ما حصلش في الشهر ده اخبار كتيره ممكن اقولها لكم، ودي كان احسن واقوى الاخبار اللي ممكن تبقى انت حابب تعرفها. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك الجامد، وتعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش عامل عشان يجيلك كل الجديد في الفيديوهات. واشوفكم ان شاء الله في حلقات تانية كتير. سلام.